الدرس الثاني قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. للدرس الثاني دروس مختصرة جدا. طيب شهادة أن لا إله إلا الله دي أعظم شهادة، شكرا رب العزة والجلال قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأن محمد رسول الله فتشهد هذه الشهادة. وللأسف ناقشنا بعض الناس ممن ينتسب إلى هذه الأمة إلى هذا الدين، زول بيدرس في جامعة في أم درمان، ناقشته مش بيدرس في جامعة أم درمان، هو في أم درمان بالثورات، ناقشته قال لي يا زول يهودي نصراني شفت صابئي آمن بالله واليوم الآخر أي ويعمل لحس أعمال صالحة أي ده بخش الجنة طوالي، ما شرط إلا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. واستدل بالآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم شنو يحزنون. قلت له بس الآية جبتها دي ذاتها، الآية دي ذاتها، الله قال بعد ذكر الأصناف بعد قال من آمن بالله واليوم شنو الآخر، الإيمان بالله لا يصح إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مش بتستدل بالقرآن؟ قلت له الحديث خليه بس القرآن ذاته، الله قال فلا وربك لا يؤمنون، هتثبت لهم إيمان كيف؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله قال كذي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، بعد قال شنو لا نفرق بين أحد من رسله. تقول أنا مؤمن بعيسى وموسى وما مؤمن بالرسول، تفرق ليه؟ وناس عجيبين والله ذا منتسب للأمة دي ويمشي ومرات بيصلي وكذا غايته بعقيدته دي، بعد بينا له تعبان زاي بيصلي، أنا في محله ما بصلي منتظر بس بشوف اللي بيحصل بعدين شنو، يا أخي بتضيع زمنك زاي التازولة انت أول شيء أسلم حتى أنت تصلي ثاني، أنت بتصلي كيف؟ تمام مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام إنه يجب بل لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما بصح أبدا. قال بشرح معانيها معاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وسبق بيان ذلك في الأصول الثلاثة، لكن هنا قال مع بيان شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عندها شروط، عندها شروط، هسه يقول لك الصلاة عندها شروط، فعلا بتجينا هسه إن شاء الله بعد شوية عندها تسعة شروط، يقول لك الصلاة عندها شروط. طيب أعظم الشهادة ولا الصلاة أعظم؟ شنو الشهادة؟ أنا بزعل الشفع الصغار لما نجي ألقاهم وكذي دار وصل لهم الدعوة فمسك الشافع السلام عليكم كيف تمام الحمد لله، قول له أهم شيء في الدين شنو؟ أغلبيتهم بيقولوا لي الصلاة الصلاة الصلاة، إلا واحد يمني لقيته في الحرم في المروة شافع صغير جاري جنبه قلت له السلام عليكم، قلت له اسمك من أمي وين؟ قال لي يمني صغير، قلت له أهم شيء في الدين شنو؟ قال لي التوحيد، قلت له الله مش ألعب أنا أمورك واضحة ألعب زاي والله الذي لا إله غيره، لكن هنا في البلد دي إلا من رحم الله، لا في النهاية تربية إلا من رحم الله، ما قصدنا فلان أو علان، لكن تقول لا أهم شيء في الدين شنو؟ أقول لك الصلاة، قلت له طيب أنا بقول لكم حديث حافظين أنتم لشفع بني الإسلام على كم؟ يقول لي خمس، طوالي بدوني لي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بس أقول لهم صبر، ذكر الصلاة أول شيء ولا الزكاة؟ ما ذكر الصلاة، معناه الصلاة أهم من شنو؟ من الزكاة. قبل الصلاة ذكر شنو؟
شهادة. أيوة بس أقول لهم دي معناها أهم من الصلاة، ما ذكرها أول شيء. فلذلك أهم شيء تعلم هذه الشهادة، ولها شروط. إذا كان الصلاة القبل الشهادة قبلية، شهادة ما قبل الصلاة، الصلاة عندها شروط. طيب الشهادة كيف ما عندها شروط؟ عشان كذي وهب ابن منبه رحمه الله تعالى قال: قيل له أوليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان. صاحب مفتاح الجنة، لكن أي مفتاح عنده شنو؟ أسنان. بتجيب مفتاح سائل بتاع خزنة تفتح بباب الجامع ما بيشتغل الشغلة دي، أي شيء عنده أسنان معينة. لا إله إلا الله دي تقولها، في ناس قالوا وخشوا النار وما في النار سائل في الدرك الأسفل من شنو دي المش المنافقون. الله قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم شنو بمؤمنين، وما هم بمؤمنين. قالوا لا إله إلا الله لكن ما نفعتهم. وقد يقول في وقت فات الزمن، مش فرعون قال في آخر حياته: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وما هو الذي، ومن هو الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأنا من المسلمين كمان قال فرعون، قال مسلم. شوف الشغلة دي جاية كيف، فرعون ذاته جوتها وقال روحوا، قال وأنا من المسلمين. الله قال له الآن، خلاص بعد شفت الملائكة والأمر. عشان كذي لا إله إلا الله لها شروط، لها شروط. في ناس الشروط دي منطبقة فيهم ما حافظين الشروط، هسي تمسك الزول تقول لي لا إله إلا الله عندها شروط، أذكر لي لك والله ما حافظة كلامكم ده، غايته ما حافظة. تقول لي أسمع لا إله إلا الله معناه شنو؟ لك معناه لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. قل لك معناه ما نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، مش ده عارف معناه؟ خلاص ده الشرط الأول ينطبق فيه، معناه عنده العلم بمعناها. اثنين، تقول لي تشاكي ولا متيقن؟ يقول لك لا لا والله لا إله إلا الله دي متيقنين، معناه ده اليقين فيه. ثلاثة، تقول لي بتحب الكلمة دي ولا بتكرهها؟ يقول لك بحبها، أنا خلاص ده الشرط الرابع. أربعة، أنت صادق فيها ولا كاذب؟ والله صادق، خلاص مشت. خمسة، الكلمة دي بتقبلها، بتقبلها ولا بترفضها؟ والله مقبولة عندي، ده القبول، وضده الرد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، خلاص ده الشرط الخامس. أها، والكلمة دي لما في أوامر ونواهي بتلزم الكلمة دي وبتستلزمها أو بتنقاد لها؟ أيوة والله منقادين، ما عندنا إشكال. أها، مخلص لله ولا بتقول الكلمة دي وفي الشدائد بتنادي غير الله؟ لا والله مخلصين لله تعالى. الشروط السبعة انطبقت فيه. تاني تقول لي سمي علي، يقول لك والله ما حافظة، لكن هي فيه، ده موحد، ده لا إله إلا الله بتنفع، ما شرط إلا يحفظها شنو كألفاظ، ما شرط، لكن هي منطبقة فيه. عرفت المسألة؟ ولنا الدين ده عندنا كذي سهل، ما صعب، ما بنقول لك لا كان ما حفظتها تورطت إلا تحفظها خلاص، بعد ده ما حافظها إنت ما مسلم، لا ما إلا تحفظها. لكن لو حفظتها مهم، لكن لو ما حفظتها وهي منطبقة فيك موجودة فيك إنت موحد، إنت لا إله إلا الله مطبقة. فهمت المسألة؟ طيب، ومعناها، معنى لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. انت لما تقول لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، هذا المعنى كده. إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والله يا جماعة التوحيد ده اطمئنان وراحة. تعالك الله أنا أتعلق بيديه خمس حاجات زي دي. طيب الناس اللي ما لابسين ناديل خلاص واتات ونصبحت، اتعلق لي بحاجه زي دي خلنا اسويها انا جلد اتعلق به الخروف ذاته، اسوي منه الجلد ده ربطته هنا، انا بسوي لي حاجه خليه اخ جلد
وأوراق وبلاوي وطلاسم ومصائب لخبة ما أنزل الله بها من سلطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة للألباني وكما في مسند الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك، تعلق بالله وحده. التوحيد ده والله فيه طمأنينة، والشرك فيه فزع وخوف واضطراب. المشرك ده تلقاه تعبان. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. زول عقيدته في الله بس سبحانه وتعالى، توحيد يعني، شدائد ينادي الله، إلجأ إلى الله، موحد. كلمة توحيد ذاتها كلمة سمح، كلمة شرك ذاتها كلمة شينة. زول قال له الله ما شاء الله أنت موحد مش بتكيف، لكن قال له الله أنت مشرك كبير مش بتضايق، عشان كذب شاكلونه مرة يقول لك ديل قالوا نحن مشركين، ونحن ما قلنا أنت عينا كذب مشرك، قلنا لا شغلتك دي ما الشغلة دي شرك. قال لا لا بس أنا كذب وأنا ما بخليها، وأنا دعاء غير الله ده ما بخليه، كان أخش النار ما بخليه، ده مشرك، ده ذاته مشرك، إلا يعذر بأشياء تانية غير الجهل.